ودلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير الجاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، أبرزها أن وزارة الأوقاف هتقوم بتوزيع 10 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا والإسماعيلية، وده بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية ومن خلال قوائم المستفيدين المعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية علوم والرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة تانية. النهاردة هينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل فعالية بعنوان النيل شريان الحياة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لاحتفالية بيشارك فيها الأطفال بتنفيذ عدد من الورش الفنية ورسوم جدارية.